السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدين قناة سارة انجليش، مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا اللي كيف ما كتشوفوا بالنسبة للناس اللي نجحوا. فرحت لكم بزاف 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 صراحة، ما تصوروش. من البارح بالليل وانا كنتسنى النتائج باش انهم يتحطوا، باش نشوفوا الناس اللي نجحوا والناس اللي جابوا في شحال زي ما جبتوا في اللغة الانجليزية. وبالنسبة للناس اللي عندهم الرتراباج، غندير لكم فيديو باش اننا نديرو برنامج باش تراجعوا فيه اللغة الانجليزية باش تخدموها مزيان مزيان مزيان. ومن هاد من خلال هاد الفيديو هذا ومن خلال التجارب نتاع الناس اللي نجحوا وجابوا نقاط مزيان في اللغة الانجليزية عن طريق هاد الفيديو، تقدر ايضا يحفزكم باش انكم تخدموا مزيان، لانه فيه تعاليق ديال الناس، النقط اللي جابوه وكلمات شكر. يعني صراحة فرحني بزاف دوك الكومنتير والرسائل اللي كيوصلوني ولا المساجات كيوصلوني في الانستغرام، انه الناس بالفضل ديال هذا البرنامج هذا اللي نتوما كتشوفوه، برنامج اللي وجدت لكم فيه 7 الايام باش تراجعوا فيه اللغة الانجليزية، عطى واحد النتائج كتيرة زوينة زعما بزاف 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 ديال الناس. وهنا عطيتكم بعض ديال لي زيكزامبل، بعض ديال لي كومونتير تقدروا تقراوهم وتاخدوا منهم العبرة باش انكم تخدموا اكثر وتعرفوا انه الا حطيتي واحد الهدف في حياتك راه تيسيو غادي توصل ليه مع العمل المتواصل. نخليكم مع التعاليق.